مثل اللاعب عطيه طلع مثل اللاعب كانوا عندهم العقود ديالهم خليتي الركائز الاساسيه لهذا المدرب. حنا اللاعبين راه هاد السنه عندهم اخر سنه، ربما كان نفس الاشخاص اللي كنتكلموا عليهم اللي هو جبران وفاكناوتيك واللي عطيه الله والحسوني والعملود، هاد الناس حاولنا ان نتوفقوا معهم نسبيا، واخا غادي نزيدوا شويه على الكاهن المادي على الوداد، ولكن حنا تنقولوا بان هادو من بين الركائز اللي فزنا بهم بعصبه الابطال والدوري المغربي، وتنطمحوا اننا نكونوا ان شاء الله السنه المقبله في نفس النوال. ولكن كانت مساله اخرى ديال المونديالتو، نعم كانت مساله ديال المونديالتو، لان تم التجديد العقود ديال هذا باش يلعبوا المونديالتو في رفقه العناصر. دابا حنا هذا الشيء الناس راه ما تيشوفوش هادو لانهم عندهم، تيقول لك لا راه فرط فيهم سعيد، راه ما فرطش فيهم هاد الناس، راه سال العقود ديالهم وحاولنا اننا حاولوا نستمروا فيهم لسبب بسيط، السبب هو رياضي ماشي مادي، وخا نزيدوا شويه من الامكانيات الماديه لان عندهم عروض. بغيتي تحافظ على لو ساتور. دابا شحال من واحد كيسحاب، راه لاعب راه تيخدم المده ديال الصلاحيه ديالو كتنتهي مع حيت يدير واحد 32 33 34 سنه، الا ما كانش كيقوم بالتدريب وكان داكشي عنده منظم راه ما يمكنش يسير واحد البطوله لا 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 داخل الوطن ولا خارج الوطن. ولهذا حنا كنحاولوا اننا ماشي زعما كاين حنا انانيين اننا حنا ما تنبغيوش انهم يمشيو يحترفوا، بالعكس حيت يكون شي عرض شي اللي مهم. حنا حيت جانا عرض ديال اشرف داري، اشرف داري كان عند انتهت العقد ديالو، ماشي تحايلنا عليه، حنا حاولنا اننا نبينوا ليه، قلنا ليه الا مشيتي دابا غادي تخلي الفريق ديالك اللي هو اللي عنده خير عليك، وتا هو مثاتل قال لك شنو قال لك انا بغيت نشري واحد الدويره الوالديه، قلنا ليه حنا معاك ما كاينش مشكل. حاولنا اننا نبينوا ليه شنو المطلب الكبير نسبيا، وقنع انه يبقى ويزيد معنا ديك السنه، وكان عندنا ليه كلام انه انا غادي نحاولوا نسرحوه باش يمشي، وجاب واحد المبلغ اللي محترم وطلقناه.